تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة السيد الرئيس شملت المحاور التي تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد ومحور جيهان السادات. كما قام الرئيس السيسي بالمرور على عدد من المحاور الجاري تطويرها حاليا في منطقة القاهرة الجديدة، وهي محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات. وطلع الرئيس السيسي على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد ومحور جيهان السادات ومحور الميثاق ومحور شينزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. وقد توقف سيادته لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شينزو آبي والقاهرة الجديدة مروراً بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال. ربطنا يا فندم المحاور الأتية: محور شينزو آبي يا فندم تم ربطه بمحور نجيب محفوظ عن طريق كوبري سمير غانم اللي سيادتك مشرفنا عليه دلوقتي، محور جيهان السادات بمحور الميثاق وحتى محور السادات ثم القاهرة ثم العاصمة الإدارية الجديدة يا فندم. تم تحرير الحركة في المحور ده فندم عن طريق ثلاثة عمل صناعي كوبري. المحور الثالث فندم محور شارع جمال محمد علي في الزهراء فندم تم ربطه بمحور طه حسين عن طريق كوبري اللعبة في رياض الشيخ. المحور الرابع فندم محور الجيش فندم المصري وتم ربطه بمحور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري أعلى كوبري الدائري. وتم ربط يا فندم محاور الشهيد الجديدة بمحور الجيش عن طريق اثنين عمل صناعي. وتم تحرير الحركة في محور الجيش فندم والكوبري على صناعية المشير محمد علي فهمي، وكذلك تم تحرير المحور الجديد اللي من الأسمرات على المشير محمد فهمي بعمل صناعي كوبري. برضه فندم ستك استكمالا لربط هذه المحاور تم ربط المحور حسب الله الكفراوي فندم بالطريق الدائري استكمالا للوصول لمناطق القاهرة الجديدة ثم العاصمة الإدارية الجديدة. المحاور دي كلها فندم بإجمالي أطول 85 كيلومتر سهلت الحركة المرورية من محاور شمال وشرق وجنوب القاهرة وحتى القاهرة الجديدة استكمالا للعاصمة الإدارية والدائري الأوسطي، مما قلل زمن الرحلة المرورية والتلوث البيئي وخفف على المواطنين أعباء المرور وخفف على المحاور القديمة زي طريق مصر السويس والطريق الدائري. تمام. احنا فندم تم تنفيذ 35 عمل صناعي في المنطقة بس يا فندم علشان اقدر احرر السبع محاور دي بالكامل. اولها يا فندم كان فيه نفذنا 15 عمل صناعي على محور شينزو آبي من خلال سبع كباري وخمس انفاق وثلاثه كوبري مشاة باجمالي اطوال 6 كيلو اعمال صناعيه، ودي يا فندم الحمد لله تم نهوها بنسبه 100% حتى ربطها بطريق دائري وطريق السويس. المحور الثاني يا فندم وهو محور الميثاق، ربطنا محور جيهان السادات من خلال محور الميثاق باربع اعمال صناعيه تم تنفيذها ونهوها بنسبه 100%. جري تنفيذ الاعمال لثلاث كباري بتحرر التقاطعات يا فندم مع محور السادات وكل من محور مصطفى كامل ومحور محمد نجيب ومحور التسعين الشمالي، وده يا فندم جري الاعمال فيها يا فندم حاليا. تم ربط يا فندم محور شارع جمال محمد علي بمناطق القاهره الجديده محور طه حسين من خلال كوبري اللعيبه في ريال. المحور الرابع يا فندم هو محور الجيش وتم تنفيذ ثلاث اعمال صناعيه عليه يا فندم باجمالي اطوال 2 كيلو لربط مناطق المقطم بالطريق الدائري ثم مناطق القاهره الجديده. ده يا فندم لسه احنا فندم المنطقه ديت يا فندم بدانا لسه فيها رفع السد دوت فندم الجاري اعمال رفع السد لسه بنبدا فيها فندم حاليا. فان شاء الله فندم احنا عندنا فندم محور شين صار بيدخلص 100% محور الميثاق خلص. نحاول كباري ربط الاسمرات جاري هو فندم خلال نهايه الشهر. طبق فندم محور السادات تحديدا على المحور اللي هو السراده فندم لسه بنبدا فيها فندم جاري البدء فندم في عمله.
وقد اطلع كذلك السيد الرئيس على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس. تم التنظيم بقبل سيادتك بأعمال توسيع وتطوير جميع المحاور الداخليه والعرضيه لخلق محاور جديده تمام موازيه لطريق السويس والطريق الدائري لتخفيف الاعباء. بدانا بالفعل في توسعه الطرق، وهي اولا محور يوسف السباعي، وعندنا محور السادات وتحرير الحركه المروريه فيه، محور مصطفى كامل، محور مجيد محفوظ، وبالتالي حضرتك مشرفنا فيه في الكوبري سمير غانم، وكمان محور طه حسين. اجمالي اطوال المحاور دي يا فندم 33 كيلو متر، وتم توسعه الحارات من تحرير حركه فيها سبع حارات مروريه، خمسه رئيسي واثنين خدمي. عدتنا يا فندم بعض التحديات في التوسعات طبعا، وكان اهمها في الجزء ده يا فندم كان في بعض الكيانات الموجوده المتعديه على حرم الطريق. طبقا لتوجيهات سيادتك تمت الازاله بالفعل، واحنا شغالين في التطوير يا فندم. حضرتك تم العرض على سيادتك الدراسه والعرض التصديق على خط الانحدار، خط الصرف المجمع اللي يوصل لحل المشكله الدائمه في القاهره الجديده في الصرف الصحي، نوصل للجبل الاصفر. وبالتالي يا فندم احنا ابتدينا وبدانا بالفعل في تنفيذ خطوط الانحدار داخل القاهره الجديده عشان ما يتعارضش مع الاعمال. فكان عندنا المحاور، كنا عشان نلغي اربع محطات رئيسيه عندنا، منهم محطه الياسمين ومحطه البنفسج ومحطه الميراج. بدانا فيهم بالفعل يا فندم التعرضات فيها، هم باجمالي اطول 15 كيلو متر، التعرضات فيها حوالي 9 كيلو متر. بفضل الله خلصنا ومكملين ان شاء الله. شكرا.